ورجعنا لحضراتكم مره تانية، بنبتدي معاكم نهارك سعيد. ومنورانا في الاستوديو الاستاذه امينه خيري، وهي الكاتبه الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه. صباح الخير. صباح الخير، ازيك؟ ازاي؟ الحمد لله، كله تمام. الحمد لله. نبدا على طول، وعندنا النهارده اخبار ساخنه زي ما بيقولون. نبدا من جريده الاهرام الصفحه الاولى: الشعب يقر التعديلات لقانون انتخابات الرئاسه ويحيلها للدستوريه. الخبر الثاني من جريده مصر اليوم: الحريه والعداله يتجه لسحب الثقه من الحكومه بعد بيان الجنزوري. شروق الصفحه الاولى: الدستوريه لن تفصل في بطلان البرلمان قبل نهايه الفتره الانتقاليه. ومن المصري اليوم صفحه 3: انقسام برلماني حول قانون الاعتصام والتظاهر. ومن جريده الاخبار صفحه 5: تكتل الاخوان والسلفيين والوفد يهزم الكتله في معركه بكري. ومن جريده الشروق صفحه 3: الخطه والموازنه تفتح ملف الصناديق الخاصه. ومن الاخبار صفحه 3: الاسلامبولي حرا بعد العفو عنه في حكم الاعدام. ومن الشروق صفحه 1: براءه ضابطي قسم السلام من تهمه قتل الثوار. ولسه المصري اليوم الصفحه الاولى: المتهم الرئيسي بالاعتداء على ابو الفتوح لن اعرفه وهاجمناه بغرض السرقه. ومن الاهرام صفحه 1: طبعا خبر مؤسف النهارده، وفاه ثروت عكاشه وزير الثقافه الاسبق. سريعا وتفاصيل الخبر اللي بيقول: الشعب يقر تعديلات قانون انتخابات الرئاسه ويحويلها للدستوريه. يعني هو طبعا مجلس الشعب مش الشعب، يعني اذا افترضنا ان مجلس الشعب يمثل الشعب فهو الشعب يقر تعديلات قانون انتخابات الرئاسه. طبعا الغريبه برضو ان الاهرام الحقيقه اشار في الخبر اللي هو خاص بتعديل قانون الرئاسه اللي هو الفقرتين 30 و38 فقط من القانون، وما كانش في اشاره واضحه للفقره 28 اللي احنا او ناس كتير شايفه ان هي فيها عوار كبير جدا في انتخابات الرئاسه. الفقرتين هي 28 اللي هي الخاصه ان هي بتدي اللجنه العليا للانتخابات يعني حصانه كامله، ان احنا ما ينفعش ان احنا نطعن على قرارات او اي يعني نوع من اي قرار تاخده هذه اللجنه. يعني مثلا لو في هي قررت ان الانتخابات حره نزيهه ما فيهاش ما يشبهها، يبقى كده ما فيش اي نوع من اشكال ما نقدرش نطعن في قرار. بالظبط كده. فدي طبعا يعني انا من وجهه نظر شخصيه، واعتقد ان في ناس كثيره توافق معايا، ان الماده 28 كان ليها اولويه في هذه التعديلات، ولكن التركيز طبعا كان في الصحف القوميه على المادتين 30 و38 اللي هم خاصه بالاجراءات الخاصه بالفرز وبالتصويت، ان كل لجنه فرعيه هيتم فيها فرز الأصوات في داخل اللجنة الفرعية وإعلان عدد الأصوات اللي خدها كل مرشح في هذه اللجان، يعني حاجات إجرائية. الحاجة الثانية الحقيقة المهمة الخاصة بإجراءات اختيار الرئيس أو الانتخابات الرئاسية هي خاصة بالمقيمين في الخارج، المصريين المقيمين في الخارج، إن كان في كلام حسب ما سمعنا في المؤتمر الصحفي الشهير إن هتبقى في 4 أسابيع وأسبوع خامس للفرز، ولكن طبعا الناس يعني توجست خيفة إن ده ممكن هيؤدي إلى تطويل أكتر في الانتخابات، ولكن ده اترفض تماما وتم تحديد 3 أيام لتصويت المصريين في الخارج، ودي هتبدأ على فكرة قبل الموعد الرسمي في داخل مصر للانتخابات. انا كنت عايزه اعرف من حضرتك، هو فعلا فتح باب الترشح زي ما احنا عارفين هو 10 مارس؟ المفروض ان هو 10 مارس، ولكن طبعا وارد ان يتم يعني نوع من انواع سواء تبدير مثلا كام يوم او تاخير كام يوم، لان المواعيد دي واضح انها مش نهائيه. احنا كنا بنقول 30 يونيو، في كلام على 1 يوليو. طبعا يعني انا الحقيقه مش شايفه ان الفرق في الايام هو اللي هيعمل الفروق طبعا الكبرى، ولكن الفكره ان احنا لو احنا دلوقتي المادة 28 زي ما بقول لحضرتك إذا هي مرت مرور الكرام كده أنا حاسة أن هيبقى فيها مشكلة، زي ما مر مرور الكرام برضو بالنسبة لمجلس الشعب وقوانين التالي هيبقى فيه خبر خاص به بطلان البرلمان. مش عارفه احنا ليه بنعمل كده، يعني بناخد خطوه وبعدين يتضح في الاخر ان فيها عوار او فيها نوع من انواع عدم الدستوريه، وبعدين نرجع فيها تاني وبعدين نحل البرلمان وهكذا، يعني نفس اللفه. نرجع نقول تاني نرجع نفس اللفه بالظبط، هل ده دستوري، هل ده قانوني، هل ده كذا. بالظبط، رغم ان كان في وقت طويل على فكره جدا وكافي جدا ان احنا نبتدي زي ما بيقولوا على ميه بيضاء نحط اسس حقيقيه من الاول، نحط اسس حقيقيه من الاول، نحط كتير دستور من الاول قبل اي حاجه. بالظبط كده. طيب انا احنا كمان كان المفروض يمكن كان في خبر كمان عن فكره ان خلاص هيتم انتخاب اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور قريبا. طبعا ما هي دي برضو انا عن نفسي شايفه انها كارثه اخرى. طبعا التقسيمه اللي اعلن عنها مثلا دكتوره سامع عريان من كام يوم، الفكره اللي هي خاصه باختيار عدد معين اعتقد ان هو 40 من داخل مجلسي الشعب والشورى اللي بتسيطر عليه اغلبيه اخوانيه زائد سلفيه مع 30 شخصيه من النقابات والمهنيه، واللي بتسيطر عليها كذلك التيارات السياسيه ذات الطابع الديني. واحنا كنا
نقول يا جماعه اه طبعا احنا بنحترم يعني ما اسفرت عنه صناديق الانتخاب، ولكن الدستور مش صناديق انتخاب. يعني التيارات السياسيه اللي هي واخده الاغلبيه النهارده مش شرط انها تاخد الاغلبيه بكره. وعلى فكره نفس الكلام كان هيتقال برضو لو كان تيارات اخرى ليبراليه يعني بتفصل بين الدين والسياسه هي اللي كسبت. الدستور ده دستور كل المصريين بكل التيارات وبكل الانتماءات، فما ينفعش ان يبقى حكر على فصيل معين او تيار معين. عشان زي ما حضرتك قلت بالظبط، لان لو هم الاغلبيه دلوقتي فده معناها ان بعد 4 سنين هيجي حد تاني يغير لنا الدستور بعد كده. ما بالظبط، ما اللي احنا بنطالب بيه، ما ده اللي هنتكلم عليه بقى، على القوانين، المجلس الشعب، على الانتخابات، على الدستور وهكذا. يعني من المصري يوم الصفحه الاولى: الحريه والعداله يتجه لسحب الثقه من الحكومه بعد بيان الجنزوري. يعني اعتقد ان الـ ان الـ الاتجاه لسحب الثقه او الاتجاه ان حزب الحريه والعداله يشكل حكومه ده كان اتجاه واضح، يعني سواء كان الدكتور كمال الجنزوري القى بيان باهت او القى بيان يعني يتسم بالدقه والوضوح. طبعا بيان الدكتور جمال الجنزوري قدام مجلس الشعب يوم الاحد، تالي مصر كلها كانت شايفه ان هو اه طبعا هو عرض علينا المعلومات اللي احنا عارفينها، عرض علينا الوضع السيء جدا للاقتصاد المصري، عرض علينا مشكله البطاله، عرض عرض عرض، ولكن احنا ما كناش مستنيين هذا العرض، احنا كنا مستنيين الحلول والخطه الزمنيه ان احنا هنحل مشكله كذا في غضون كذا، هنحل مشكله كذا. انا من الناس اللي شايفه الحقيقه اه طبعا حلو جدا ان احنا نتكلم عن تعمير الصحراء والخروج من الوادي الضيق، ولكن انا بتكلم عن مشكلات النهارده وبكره وبعده، ودي حكومه انتقاليه ليست حكومه يعني ارجح على الارجح انها لن تستمر فتره طويله. كنا نتوقع طبعا هو يفتح ملفات زي الانفلات الامني او الغياب الامني اللي فيه مشكله حقيقيه ان احنا بنتكلم فيها بان أكتر من سنة لم يتم التطرق ليها، تم فقط عرض إن إحنا عندنا إنفلات أمني. طب ما إحنا عارفين عندنا مشكلة اقتصادية، طب ما إحنا عارفين وهي سبب رئيسي منها هو الإنفلات الأمني. طبعا يعني مع كل الاحترام للدكتور جمال الجنزوري، ولكن هو فتح الباب تماما قدام حزب الأغلبية أو حزب الأكثرية زي ما بيتقال في داخل مجلس الشعب، إن هو يطرح فكرة إن هو تشكيل حكومة، سحب الثقة طبعا، وتشكيل حكومة هم على حد قول رموز من داخل حزب الحرية والعدالة هتجمع بين التيارات السياسية المختلفة، ولكن قانونا حزب الحرية والعدالة ويليه حزب النور هم ليهم الأكثرية، وبالتالي هم ليهم اليد العليا في تشكيل الحكومة المقبلة. أنا حزينة. هو ما ينفعش نقول كده، هو ما ينفعش نقول يعني لا، بس الفكرة زي ما حضرتك قلت، يعني فكرة إن احنا يعني اللغه نفسها كانت لازم تتغير. يعني كنا مستنين من الحكومه دي او مستنين حتى من حزب الحريه والعداله ان يبقى في حلول وان يبقى في جدول زمني لتحقيق مطالب المصريين. لا، هي مشكله ده ما بيحصلش. هي زي ما بقول لك دينا، هو البيان بتاع الدكتور كمال الجنزوري فتح الباب قدام حزب الاغلبيه او الاحزاب اللي تتمتع بالاغلبيه انها تشكل. الحاجه الغريبه بقى ان الاهرام تطرق الى الخبر بطريقه غريبه جدا، ان هو بيقول ايه: الوزارات المعنيه تستعد لتنفيذ خطه الحكومه اللي احنا مش عارفينها. يعني هي المشكله الرئيسيه في بيان الدكتور كمال الجنزوري هو خلوه تماما من الخطه. يعني بالزبط. فكره ان انا هسكن السكان العشوائيات مثلا في بيوت على شهر يونيو او يوليو، انا مش شايفه ان هي دي الخطه. جيد جدا وايجابي جدا وحاجه بنطالب بيها بقالنا سنين طويله، ولكن مش هي دي الخطه. احنا عايزين خطط سريعه لمشاكل انيه كلنا بنعاني منها. مشروع قومي للمصريين كمان، مشروع قومي للمصريين. انا عندي على فكره بتاع 10 افكار لمشاريع قوميه للمصريين، واعتقد انت لو سالتي كل مواطن مصري ماشي في الشارع عندك فكره معينه هيقول لك افكار اكتر من جباره. بس مين اللي يسمع؟ يعني مين اللي يسمع ومين اللي يحشد الجهود للتنفيذ؟ صح. هنا نروح لجريدة شروق الصفحة الأولى: الدستورية لن تفصل في بطلان البرلمان قبل نهاية الفترة. ده برضو نفس الكلام اللي احنا نتكلم فيه، ان احنا يعني بننتقل من الخطوة الأولى للتانية للتالتة، وبعدين نرجع تاني للخطوة الأولى، تضيع وقت وإهدار جهد، وبنزود حالة الإحباط المرضي اللي كلنا مصابين بيه. طبعا فكرة بطلان البرلمان على أساس ان التلتين للقوائم والتلت للأفراد المستقلين، ده جار يعني بيجور على حق الأفراد في الترشح وفي نيل يعني المقاعد. طبعا المحكمة الدستورية العليا بحكم الجدول الزمني والتوقيت غير قادرة على الفصل في بطلان البرلمان في هذه الفترة، يعني في الفترة الانتقالية اللي احنا فيها. وبالتالي إذا كان ده كلام فاينل أخير، أنا شايفة الحقيقة إن احنا نقفل هذا الموضوع تماما دلوقتي، نتفرغ للي بين إيدينا دلوقتي، ونحاول بقدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه يا رب. جريدة المصري اليوم الصفحة الثالثة: انقسام برلماني حول قانون الاعتصام والتظاهر. برضو الحقيقة احنا بنتكلم في كلام غريب جدا. يعني احنا
بصي، هي في يعني شقين للمساله. في شق بيقول طبعا من حق المواطن ان هو يعتصم ويتظاهر طالما ان هو في بعض القواعد بيلتزم بيها، ودي احنا برضو مش هنخترع العجله، موجوده في الدول المحترمه في كل دول العالم، ان بيبقى في اعتصام، في تظاهر، في مطالبه، مكفول من الدستور بالظبط كده. ولكن احنا عندنا مشكله حقيقيه دينا، ان احنا لما بيبقى في مظاهره سلميه ومتنظمه وواخده يعني زي ما بيقولوا ايه مسار سلمي، مفيش اي مشكله. ولكن احنا دايما بناخد اكستريم تاني، لما بنفتح هذا الباب بيدخل كثيرون على الخط، وممكن يكون دخول عن قصد، يعني ان هو تشويه هذه الصوره السلميه الشرعيه للتظاهر. طبعا تاني احنا بنرجع لستيب نمره واحد، ان طبعا امبارح كان في يعني خلاف في داخل البرلمان، في نيه لوضع او تعديل القانون الخاص بالتظاهر، في مخاوف من ان ده يبقى نوع من انواع محاوله تطويق هذا الحق. انا ما اعتقدش ان ده هيحصل الحقيقه، لان في ضغط شعبي هائل جدا، ان احنا ثوره 25 يناير في الاصل تحققت عن طريق التظاهر السلمي. اعتقد برضو ان دي من الحاجات اللي احنا هننشغل بيها شويه، ولكن برضو ارجع واقول ان التظاهر اعتقد ان هو بقى حق مكفول مش بس قانونا، ولكن عن طريق الشرعيه الشعبيه. يعني انا فاضل لي دقيقه وعايزه اكمل اخباري كلها معاكي، بس انا عايزاكي تنقلي ممكن الخبر. احنا ممكن طبعا نتكلم عن الحادث اللي تعرض ليه الدكتور ابو الفتوح، وعلى فكره مش ان هو حادث فردي تعرض ليه الدكتور ابو الفتوح، لكن انا هطلع منه ان نمره واحد هو تعرض لحادث، وحسب الـ يعني ما تم الكشف عنه ان ده لم يكن حادث اغتيال سياسي، ولكن حادث بلطجه. مش عارفه ده يحزن ولا يفرح، احنا عايشين في مش بس انفلات امني، احنا غير مفهوم ايه اللي بيحصل بالظبط. احنا عمالين نتكلم عن اعاده هيكله الداخليه و و و، كان في بعض اللمحات لعودة للشرطة، تواجد أمني في الشارع، وكان ده شيء محمود جدا. حصلت مجزرة بورسعيد اللي اعتقد ان في نوع من انواع التورط الامني بيها فيها بشكل او باخر، ولغايه هذه اللحظه احنا برضو ما عرفناش ايه اللي حصل في بورسعيد، وما زلنا في الانتظار بعد لجنه تقصي الحقائق. و يعني انا فين لجنه تقصي الحقائق؟ انا اتشائمت الحقيقه من عباره لجنه تقصي الحقائق، ولكن اللي حاصل الحقيقه ان احنا حقيقي احنا ما بنتكلم ان الانفلات الامني اللي احنا فيه سبب فيه كثير من المشاكل. هي الانفلات الامني اعتقد اذا تم حله بطريقه حقيقيه وبطريقه جذريه هيحل لنا جزء كبير جدا من المشاكل. والطرق على فكره الحلول كثيره جدا، وفي نص فبراير سنه 2011 كان في حوالي 4 أو 5 خطط لحل هذا الانفلات الامني او الغياب الامني او اعاده الثقه في الجهاز الامني، ولكن لم يتم الالتفات ليها. وابتدينا النهارده اليومين دول نرجع تاني نقول يا ترى ممكن نحل المشكله ازاي. اعتقد المشكله ممكن تتحل، ولكن تتحل النهارده مش بكره ومش بعده. انا بس فاضل لي خبر، معلش انا اسفه جدا، وانا محتاجه اسمحوا لي انا فاضل لي بس ده مهم جدا. يعني جريده الاخبار صفحه 5، تكتل الاخوان والسلفيين والوفد يهزم الكتلة في معركه البحرين. طبعا احنا بصي عايشين في مصر دلوقتي، هي بقت التكتلات، احنا عندنا كتلتين اساسيتين، الكتلة اللي تنتمي للتيارات السياسية ذات الجلباب الديني، ما تقصدش جلباب بالجلباب طبعاً، ولكن الرداء الديني طبعاً. وعندنا الكتلة الأخرى اللي هو كل ما عدا ذلك. طبعا النائب الأستاذ مصطفى بكري والنائب زياد العليمي طبعا برضو يعني خضع لنفس التصنيف، زياد العليمي لأنه ينتمي إلى تيار سياسي ليبرالي يفصل بين الدين والسياسة. وان كنت على فكره انا بسجل ان انا معترضه تماما على ما قاله زياد العليمي، ومعترضه تماما على ما قاله مصطفى البكري. ما ينفعش ان انا اجي النهارده اقول ان دينا والله دي عميله ودي باعت طبعاً البلد، الا لو انا هروح اتقدم للجهات المختصه اقول والله ده بالعكس دي تهمه كبيره جدا. يعني ان انا لما ابقى عارفه ان انت عميله وسكت عليكي ده انا اتحاكم. فانا ضد تماما ان احنا نتراشق بالالفاظ او ان احنا نقول الفاظ غير لائقه، ولكن ما دام ان في مجال للعقاب والثواب يبقى يطبق على الجميع. لكن مش معنى ان انا يعني في نوع من انواع الوئام بيني وبين بعض التيارات اللي موجوده في داخل البرلمان ان انا انجو، او يعني ايه زي ما بيقولوا يتم اعفائي من العقاب. اعتقد ان ده لازم يبقى درس لجميع النواب، ان الكلمه اللي بتطلع تبقى محسوبة تماما، وإذا كان في اتهام موجه إلى أحد لازم يبقى موجه أو مثبت بالحجة والبرهان. يعني طبعا أستاذة أمينة خيري الكاتبة الصحفية بجريدة الحياة اللندنية، بشكرك جدا على وجودك معانا. أنا بشكرك ميرسي يا وكان نفسي نكمل مع بعض. أنا هنقعد المرة الجاية. لا هنقعد هيبقوا تقريبا نفس الأخبار ما تقلقيش يعني. لا طيب أوكي. خلينا دلوقتي ننتقل ونشوف معاكم تقرير معانا عن الصعيد المنسي، وهي فعلا حاجة حزينة. معلش اتفضلوا.